من مدرسة ماركوس غارفي نتعرف من خلال تجارب الشاعرة ناتاشا تريثوي على برنامج إنسايد أوت الذي يرسل كتابا محترفين لتشجيع الطلاب على إطلاق مواهبهم الشعرية ونشر مؤلفاتهم. الشعر هو زوجتك أو زوجك الذي يذهب إلى كل مكان تذهبين إليه. يعيش الشعر في النجوم بانتظار أن يتمناه الناس. أولاً أريد بناء ثقتي بوجود قلم الرصاص في اليد أكثر من أي شيء آخر. نحن نعلم بأن أقلامنا أكثر من مجرد أقلام تختبئ بداخلها كلمات. أتذكرون تلك القصيدة؟ مساء الخير سيد هيرن. حين ألف الأطفال كتاباً في نهاية هذه التجربة بالذات واستطاعوا إنجازه وشعروا بالفخر، كان ذلك مدهشاً، لذا قد كسب ذلك تأييدي. لا أعتقد بأنه من الصعب كتابة قصائد كهذه. في الحقيقة أنت تطلق العنان لمخيلتك وتكتب فحسب. لقد شعروا بحس من القوة بسبب قدرتهم على التخيل وعلى الابتكار وعلى تسمية أنفسهم والتحدث عن أنفسهم. كل مدرسة بحاجة لشاعر، لأن بإمكان هذا الشاعر مساعدة المدرسة والأطفال في منح صوت لحياتهم.